شو يا سعيد مطولين لسه؟ لا خلصنا معلم. مديتوا شراشف نظيفه على الطاولات؟ طبعا معلم، كله مغسول ومكوي. لكان الله يرضى عليك، حط لي شقفه زريعه كبيره جنب الطاوله هذيك اللي هنيك. ليش اللجنه جايه اليوم معلم؟ اي نعم. لك يا اخي ما بعرف شو محببها بهالطاوله، شويه ثانيه رح يطوبوها باسم هون. ليش اللجنه اللي جايه اليوم مو نفس لجنه امبارح؟ امبلا نفس لجنه امبارح، شعبه التراخيص والمنشآت. عفوا معلم، لا تفكرني حشره وعم بتدخل بشغلات ما بتعنيني، بس انا لحد هلا ما عرفت شو شغله هاللجنه. شو شغلتها يعني؟ خربان بيوته بس، هدول بجره قلم بيسكروا لنا المحل وبيقولوا لنا الله معكم، روحوا اقعدوا ببيوتكم. شو هالحكي معلم؟ لهالدرجه؟ لهالدرجه واكثر كمان. باختصار شعبه التراخيص مسؤوله عن كل تراخيص المحل، ومسؤوله كمان عن مراقبته، يعني مين فات، مين طلع، مين عمل مشكله، مين زلق لسانه بشي كلمه. بقى الله يرضى عليك يا سعيد، ما بدك توصاي ها؟ بدنا ندللهم تمام، بدنا نحطهم فوق راسنا. ولا يهمك معلم، رح ندللهم مثل ما بدك واكثر. بس معلم معلش اسال سؤال ثاني. رح تضوجني باسئلتك انت سعيد ها؟ ومع ذلك اسال، خلصني شو بدك؟ على شو جاي تكشف اللجنه اليوم؟ آها سؤالك صعب، ومو بس صعب كمان لعين كتير. ليش معلم؟ لأنه هن نفسهم ما بيعرفوا على شو جايين يكشفوا. وإمتى بيتذكروا يا حزرك؟ بيتذكروا بعد ما يتغدوا ويعبوا بطنهم ويشربوا أراجيل. آه ذكرنا القط جينوت. يا ميت أهلين وسهلين ومرحبتين. اهلا وسهلا مرحبا. اهلين ابو حمد. يا اهلا وسهلا مرحبا. يا اهلا وسهلا مرحبا. اهلين وسهلا. شرفوا سيدي شرفوا. يا اهلا وسهلا. اهلين وسهلا ومرحبتين. اتفضلوا، هي طاولتكم المفضله. محجوزه دائما، يعني ما بيسترجي الطير الطاير يقعد عليها. يا الله شو شايف الشغل قليل. اي والله قليل سيدي، ما حمل موسم لسه. بعدين يبدو انه الناس ما عاد معها مصاري كثير لتفوت على المطاعم. ومن ناحية تانية المطعم لساته جديد، يعني الناس لسه ما تعودت عليه. إيه هيك ها؟ هلا رقعتها، هيك الناس بتحكي. شو قصتك أنت؟ لهلا ما أخذت شعار؟ أنو شعار؟ شعارنا، شعار شعبة التراخيص والمنشآت. ليش أنتو كمان إلكم شعار؟ ليش شو ناقصين لحنا؟ لحنا مو دائرة حكومية مثلنا مثل باقي الخلق؟ مبلا ولو البركة فيكم، بس يعني سؤالي انه ضروري يكون لكل دائرة رسمية او حكومية شعار؟ شبنا ابو حمدي كتراني اسئلتك اليوم، ناولوا الشعار ناولوا خلصني. ايه والله يسلموا الايدين. اه شعار متقن فعلا متقن. ويا ترى هذا ببلاش؟ شو قصتك اليوم ابو حمدي؟ شايفك عم تشتغل فينا. اعوذ بالله، شو اشتغل فيكم؟ بس يعني لك يا ابو حمدي، هذا الشعار اذا بدك تقدره بمصاري ما بيتقدر بثمن. مو هيك يا سيدي؟ وانا هيك عم اقول، لانه قيمته معنويه هاد. ها هلا بلشت تفهم، لحنا ما حطينا له سعر، بقى شو بيطلع من خاطرك؟ اعطينا بكفي 2000 ليره؟ اعملهم ثلاثه على عيني وراسي. تكرم. عطيه فيهم وصل. سيدي ما بدها وصل. شو تتغدون؟ لا بلا ابو حمدي، لساتنا مكركبين من غدا امبارح. ايه نحن اولاد اليوم، دخيلك، شو بدنا بامبارح؟ يا سعيد. امور معلم. ركز لنا طاوله على كيفك الله يرضى عليك. شو رايكم تذوقوا الكباب الارمنازي؟ ارمنازي، فرشة بصل تحت منه بقى سيدي. ليش لا؟ مندوق ما فيها خسارة. عظيم، خذ يا سعيد الشعار الله يرضى عليك، حطه مع جناب. حاضر معلم. ولك احمله منيح، العمى ضربك بالايدتين لك ابني. حاضر. وينك ابو حمدي؟ نعم. هذا الشعار لازم تنطفوه كل يوم، تمسحوا عنه الغبره، وكل اسبوع تعملوا له ليفه، سمعت مني يا ولد؟ حاضر سيدي حاضر. لك اوعى يوقع من ايدك لك ابني، ضمه على صدرك منيح، ايوه هيك منيح، يلا انصرف لشوف. ايه سيدي طمنوني، ان شاء الله عجبكم الكباب الارمنازي. ممتاز كثير، بس بدي اقول لك معك رخصه فيه. ليش بده رخصه؟ ليكو الثاني ليكو. ولك حبيبي كل شيء بهالمطعم بده رخصه. لحنا ليش واعدين لكان؟ فاتحين شعبه طويله عريضه فيها 40 موظف و20 عنصر وسبع سيارات وشعار. معلش بجوز ما بيعرف. شوف اخي ابو حمدي، انت هلا بدك تقدم لنا بيان بالكلفه مع عينه، يعني
بتشوف قديش بكلف السيخ ونحن بنسعر لك اياه. ايوه بسيطه مو مشكله، بس صدقني ما كنت عارفان انه ترخيص الكباب من عندكم. تراخيصك كلها من عنا، نحن مسؤولين عن كل شيء بهالمنشا حتى الامن. انو امن؟ يلي قصده الزميل انه امن هالمحل هاد من صلب اختصاصنا. شوف حبيبي، يعني اي مشكله تتعرض لها بهالمنشأة هي ما عليك الا انه ترفع السماعة وتطلبنا، وقبل ما تسكر السماعة منكون عندك. سيدنا بتحبوا تشربوا أراجيل بعد الأكل؟ صحيح ذكرتني، على ذكر الأراجيل انتوا جبتوا موافقة شيء؟ لا والله عم بشتغل فيها، مالي نسيانها. انتبه، ها موافقة المعسل لحال والتمباك لحال. شو الحكي؟ أنا فكري كل هالشغلات رخصة واحدة. لا عمي لا، كل شيء لحال. يرضى عليك، قلي لك ابني وين حطيت الشعار؟ على مكتب معلمي ابو حمدي. ولك يا ابني هذا اسمه استهتار، شعار شعبتنا ما بنحط هون ابدا. لك ليش هيك يا سعيد؟ ليش هيك؟ انه حدا بيعمل عملتك انت الثاني. سيدي انتوا ما قلتوا لي وين لازم حطه. شو ابو حمدي؟ كل شيء الا الشغله يرضى عليك، الكباب الارمنازي بيناتنا لحال والشعار لحال، احترامه من احترامنا وهيبته من هيبتنا، فهمت شو عم بقول لك ولا لا؟ خلص خلص على عيني ولا يهمك، روح سعيد علق الشعار بصدر المحل وجيب أراجيل للشباب. حاضر معلم. نحن عم نحكي الحكي مشانك يا أبو حمدي، نحن بدنا مصلحتك. قل له ليش سلخنا مطعم الجسر ضبط من كعب الدست وكنا رح نختم له إياه بالشمل الأحمر. قل له ليش يا ترى؟ لقطنا لاحش الشعار تحت الطاولة وكل فكره ما رح نشوفه. لا 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 لا، حدا بيعمل عملته الله يصلحه ويهديه، انه حدا بيعمل هالعمله تحت الطاوله. لك العمى على هالقصه، ما صار لي فاتح المحل شهرين وبهالشهرين صاروا مشرفيني 5 مرات. شو بيجوا بيعملوا؟ قال شو جايين يفتشوا. على شو؟ على الرخص. ولك مو 50 رخصة وموافقه اخذت لحتى فتحت المطعم انا؟ ما في خواص، لازم يجوا كل يوم ليسالوا عن رخصه شكل. ايه وما يسألوا عن الرخص كلها فرد مرة؟ ما بتوفي معهم حبيبتي، لأنه عاملين حسابهم لكل سؤال غدا. يوم بيسألوا عن الرخصة السياحية، يوم عن الرخصة الإدارية، يوم عن موافقة الأراجيل، يوم عن الموافقة الأمنية، يوم عن موافقة البرنامج الغنائي، ويوم بيعملوا تفتيش على الجراسين كلهم وبياخدوا هوياتهم وبيملوهم استمارات وحالة. وليه على هالعلقة؟ لا ودبقوا المحل فرد دبقة. على بكره بتصبح بخلقتهم، المسا بتمسى بخلقتهم. ولو في شغل مثل العالم والناس والله ما بزعل، بس ما في شغل. وين الشغل؟ ما في غير القله والنياحه. انت الحق عليك، يعني ليش بتنبهر فيهم وقت بتشوفهم؟ اصلا الوش البشوش هو يلي بجيب الضيف الثقيل، يعني لو تكشف وشهم شوي. لك شلون بدي كشف وشهم؟ ليكو التاني ليكو، شلون بدي كشف وشهم ورقبتنا كلياتها بايدهم؟ ما بقدر يا روحي ما بقدر. بدي استقبلون واضحك لون ووجبون ودللون ومسح لون جوخ ورجلي فوق رقبتي. ولك شعبة التراخيص والمنشآت هدول مو شعبة صف ابتدائي. لك وين رايحة؟ بدي حط لك عشاء. ما بدي عشاء، أزت نفسي شوفتهم، أززت لي نفسي خاصة منظره لهذا رئيس اللجنة. Bye.
يا اهلا وسهلا ومرحبا، يا اهلين وسهلين ومرحبتين، شرفتونا يا ميت مرحبا. شو يا ابو حمدي؟ شايف طاولتنا مو محجوزه؟ انتوا الحق عليكم، يعني لو خبرتوني قبل بسلاف كنت حجزت لكم الطاوله من عيوني، بس على كل حال ما صار شيء، وين بتحبوا تعدوا انا بالخدمه، المحل محلكم. شو استفدنا اذا المحل محلنا وما في ولا طاوله على البيست؟ يعني معقوله نقعدوا بعيدين عن البيست؟ لا شو بعيدين عن البيست؟ قال بعيدين عن البيست، قال شرفوا شرفوا شرفوا، يا اهلا وسهلا ومرحبا. يا ميت مرحبتين، اهلا وسهلا ومرحبا، شرفوا. يا فضيحتنا قدام فرع ثلاث اربعات، اذا اجوا وشافنا قاعدين هون شو بدي اقول عنا؟ قول يا شماته الدوريه ثلاث سبعات، اذا خطر على بالهم يمروا باخر الليل وشوفوا الشوفه. الله يستر، شو هالحكي هاد؟ موقفنا بيكون بايخ تمام. الحقيقة يا جماعة أنا خجلان منكم كتير، بس يعني لو خبرتونا كنا شبنا. أبو حمدي شو نعلمكم شغلكم كمان؟ لك لازم تكون عايم طاولات احتياط لهيك زنقة. لك قولوا إحنا أوادم ما بنحكي، بس غيرنا ما بيسكن. المفروض تكون عايم طاولات احتياط هيك العادة. لك بالمطاعم، بالسينمات، بالبولمانات السياحية بيقيموا طاولات احتياط، طاولات كراسي احتياط. شبنا أبو حمدي؟ ايه معلم، كمان بعلب التليفونات بالطريق ما في علبة تليفون الا وفيها خطين او ثلاثة شاغرين. لك هيك الشغل المزبوط يا ابو حمدي. خلاص يا جماعة ازرعوها بداني هالمرة. قلي لي شوف ابو حمدي، صار له زمان البرنامج بديان؟ من ساعة تقريبا. اخذت في موافقة؟ ايه طبعا طبعا. والاخ اللي عم بيغني هنيك معه رخصه؟ رخصه شو؟ اذن رسمي من العمل بالمرابع السياحيه من نقابه الفنانين معه. الحقيقه هي اول يوم له بالمطعم. معلش ابو حمدي بدك تعذرنا، كل شيء لحال، بدنا نضطر ناخده موجودا. شلون تاخذوه موجودا يعني؟ شو شلون؟ بدنا نعتقل المطرب لأنه عم بيغني بلا إذن عمل. شو الشغلة فوضى؟ شو كل واحد يجي على باله يغني؟ بده يغني؟ أنت يا أخي إذا سمحت وقفل هنا إذا سمحت. أنتوا يا موسيقيين قفل الموسيقى. نعم أحد عم يغني يا أخونا، وقفلي وقفلي الصوت أشوف. أيوة مرحبا يا ميت. أهلين، يعطيك العافية. الله يعافيك. شلونك؟ الحمد لله. شرف معي إذا تريد. لو أنت شرفك لوين يعني؟ عشيرتهم لعنا على الشعبي. حط لي الكلب شبيده أحسن ما يهرب. لوين بدي أهرب؟ بعدين مين حضرتك؟ أنا شو عامل؟ هلأ بتعرف مين حضرتي. شرف مشان الله دخيلكم، طولوا بالكم شوي، لا تفضحونا مشان سمعة المحل. الله يخلينا ياك. لو كنت حريص على سمعة محلك كنت ما تحركت خطوة واحدة بدون ما تغطي حالك بتراخيص نظامية. شو فكرك الشغلة فلتانة؟ خلاص أبو شباب الله يخلي لي إياك، دخيلك ولا فضايح، منصلح الوضع، من بكرة بقدم له طلب، قسماً بالله بقدم له إذن عمل، بس اتركه يكمل وصلته هلأ، معلش ليك ارتعب المسكين. شحطوه على السيارة، فات الأوان يا أبو حمدي. طولوا بالكم يا جماعة، يا أخ يا حباب إذا بتريد، لك يا أخونا لحظة بس لنتفاهم، الله يخليك في كلمتين. طيب يا اخي هالجماعه هالناس هي اللي قاعده مشان تسمع المطرب، شو ذنبها؟ الله يخلي لي اياك. والله نحن ما لنا علاقه، دبر راسك يا ابو حمدي. شلون بدي دبر راسي؟ شلون بدي دبر راسي؟ ربطوا لي ايدي. الله يخلي لي اياك. اسمع ابو حمدي. نعم. انت ما بتهون علي، قد ما كان في بيناتنا خبز وكباب ارمنازي. مو هيك ارمنازي؟ في معنى واحد من الشباب صوته جبلي وقوي، بيقدح مواويله عتابه وصوته من احف راسه، شو رايك؟ أنا واحد منهم. هلأ هذا بده يغني؟ إيه ليش لا؟ يلي عم بيغنوا أحسن منه؟ لا ما قلنا شيء، كل الناس خير وبركة، بس هذا وشه مو سياحي أبداً، مو سياحي يا جماعة، شو الحكي؟ هذا وش وش وائل كفوري وش؟ إيه نحن حبينا نخدمك، تصطفل. خسرتني.
الله وكيلك، الناس السهرانه ارتعبت وتكهرب الجو كله. لا وشو فكروا؟ فكروا انه المطرب عمل له شيء شغله لحتى نزلوه موجودا عن المسرح، وما صدقوا انه الشغله كلياتها مشان شقفه رخصات. فعلا ورطه. وشو عملت بعدين؟ يعني كيف كفيتوا السهره بلا مطرب؟ الله سبحانه وتعالى ما بده يضرني، بعت لي مطرب من غامض علمه. كيف بقى؟ واحد من الجراسين اللي عندي خلصت ورديته وركب تاكسي وبدي اروح على بيته. من سيره لسيره قال له الشوفير انا بغني وصوتي حلو كتير. خبرني الجرسون بالتليفون من الطريق. قلت له ايدي بزنارك تعوا بسرعه، الناس ما عم تنبلع مع اللقمه بدون طرب، ما عم تنبلع. وفعلا ما كذب خبرها الشوفير، صفى التاكسي وطلع بوشه على المسرح. ايه كمش هالميكروفون وضل يغني ويقدح مواويل لساعة تنتين هيك لحتى نسيت الناس شو صار بأول السهرة. منيح والله أنقذ الموقف. ويا ترى طلع صوته حلو مثل ما قالوا لك؟ مو حلو حلو، أنت التانية. بس معلومك بآخر الليل ما بيعود حدا بيميز، يعني إذا أنا طلعت غنيت بزقفولي ساعة زمان. المهم عندهم الموسيقى شغالة وواحد ماسك ميكروفون. دخيل هيك شو رح نطرز الفن هلا انت التانية؟ بس ان شاء الله ما يكون استحكمك. مين؟ المطرب. بشو؟ بالاجرة، لانه في ناس ما بيصدقوا على الله، انت تصح لهم هيك فرصة لحتى يلهطوا على ابو جنب. لا الزلمة طلع ادم كتير وما استحكمني منوب، اخذ عداد ونص. شو هاد؟ مو هو بيشتغل شوفير تاكسي؟ ايه. قال متعود يشتغل على العداد سواء كان جوات السيارة او براتها، مشان هيك الأخ شغل العداد قبل ما ينزل يغني ورجع شافه بآخر السهرة، وعلى هالأساس قبض. طالما على العداد، ليش العداد ونص؟ لك مو دنيا آخر ليه؟ بترتفع التسعيرة. لا زلمة حقاني، هيك بيطلع له. طيب والمطرب هداك شو رح تساوي فيه؟ بكرة بدبر له موافقة وبرجعه للمطعم وبركب له عداد. الله يسعد مساكم جميعا، تحية حب لحارة شباب العوامي اللي قاعدين معنا الليلة، وأحلى شباب. ألف تحية لشباب حارة السيباط، أحلى شباب. من بعد شباب حارة العوامي ما في شباب يا بضاي. هادو لا شباب حارة السيباط وبس، والباقي خس. خلاص وعد مطرحك ولا؟ أنا من اللي خلاص بدي لعن. تسلم على مين؟ بشعبة التراخيص، مو هن قالوا كل ما بتصير عندكم مشكلة خبرونا؟ مزبوط معلم مزبوط. ألو؟
يعطيك العافية. أنا أبو حمدي. أهلين أبو حمدي. خير؟ صايرة عنا مشكلة بالمطعم. مشكلة. لك روح روح من وشي روح هديهم هلا. مو لكم سيدي مو لكم. لا مشكلة كبيرة عنا هون بالمطعم. مشكلة شو؟ تعوا بسرعة دخيلك. المطعم عم يتكسر. لك طول بالك لا فهم شو القصة. في شباب عم يتخانقوا مع بعضهم ونازلين تطويش بالكراسي والطاولات. وشو السبب؟ السبب سخيف كتير مشان المطرب. يعني ما في أسباب سياسية؟ لا لا ما في شي من هذا النوم. ايه طيب ابعث لنا سيارة لنجي. ليش ما عندكم سيارة؟ عنا تنتين مناوبين، وحدة دولابة منفس والتاني دولابة مبنشير. ولك يا حبيبي على مين ما ابعث لكم السيارة وتوصلوا لعندي بيكون راح المطعم اتطبش. شو اعمل لك يعني؟ نجي على رجلينا؟ لا العفو بس بسيطة ولا يهمك، راح ابعث لكم سيارة بس بسرعة مشان الله. شو ها؟ كرسي؟ ايه وبعدين شو صار؟ شو بده يصير يعني؟ شوفت عينك، كسروا كل شيء وهربوا. تأخرتوا شوي انتوا، ما تأخرتوا؟ بالعكس، وين التأخير؟ أول ما زمرتنا السيارة نزلنا، قطعنا عشانها ونزلنا، يعني هذا أسرع وقت ممكن. هلا ساعة كاملة أسرع وقت ممكن؟ لكان أبطأ وقت ممكن قديش؟ إيش بنا أبو حمدي؟ شو صار يعني؟ كل هالخسائر وشو صار؟ حصرت الخسائر شي؟ ما حصرت شي. بعدين إذا سجلتوا لي الخسائر بالضبط شو رح أستفيد يعني؟ رح تعوضوني شيء؟ وشو دخلنا نحن نعوضك؟ بكرة إذا كمشنا المجرمين منغرمهم بكل الخسائر. بعدين دخلك شو الخسائر اللي عندك؟ كلها كم كرسي وكم صحن، هاي هي الخسائر. شو صار يعني؟ فكرنا الشغلة أخطر من هيك بكتير. الله يصلحك يا أبو حمدي، جبتنا كرفتي كنا بدنا نتعشى حاطين عشانها ما صح لنا ناكل منه لقمة، قطعنا عشانا واجينا رقيد. معلش يا جماعة لا تأخذوني، ضيعت لكم وقتكم الثمين. تعا يا سعيد. أمر معلم. نزل عشا للشباب، قطعنا لهم عشاهم. أقول للمطرب يطلع يغني لنا كم موال وعتابة كمان حاكم، ما بنقدر نتعشى إلا والطرب شغال. شباب أبو حمدي روق، المهم الشعار ما صار له شيء بنوب. ايه الحمد لله ما صار له شيء، سبحان الله محمي هالشعار حمايته ربانيه من رب العالمين. شو يا سعيد عم تمسح لي عنه الغبره؟ عم نمسح يا سيدنا بس اليوم التهينا شوي بالخناقه فما مسحنا. ما بيصير يا سعيد ما بيصير، الشعار اهم شيء، كل يوم لازم تنفض عنه الغبره وبدك تليفه كل اسبوع مره على الاقل. شعار هاد مو مسخره. طبعا أهم شيء الليفة، الله يرضى عليك كل يوم ليفه. شو بتحبوا تتعشوا اليوم سيدنا؟ هات لي الليفة لشوف، قصدي الليستا. أخ يا راسي أخ، الله وكيلك يا محمدي، فوق كل الخسارة اللي خسرتها قعدوا ياكلوا ويشربوا ولا على بالهم، لا وما بتنزلط معهم اللقمة بدون طرب، طالعوا المطرب يغني لهم هوارة وميجنة وعتابة لوش الصبح. يعني ما طلع شيء من جيبتهم؟ ما شفت قرشون؟ طول بالك. لك ما شفت شيء مثل العادة. الحق عليك، أنا اتصلت فيهم. شو بيعرفني إنه رح يصير فيه هيك؟ بس 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 حاجة اسم ودياتك، فلعتي لي راسي مفلع. الله يسلمك. بعدين أنت بالك عرفانة شو القصة؟ لك القصة إن اتصلنا مشكلة وإن ما اتصلنا مشكلة، وخفت إذا ما اتصلت يقولوا لي تاني يوم ليش ما اتصلت حبيبنا؟ وليه على هالعلقة؟ يعني موت وخربان بيوت؟ لك أخ يا محمدي أخ، رح ينخرب بيتي يا مخلوقة، ما عم لحق دفع مصاري، التخريب من جهة واللجنة من جهة والطاولات اللي عم تنفرد ببلاش من جهة. لك شو فاتح أنا سبيل على روح جدودي ولا تكية السلطان عبد الحميد يعني؟ ليش مين كمان عم يأكل عندك ببلاش؟ انبوع وزنبوع، دورية فايتة ودورية طالعة، لجنة طالعة ولجنة فايتة. لك حتى رئيس بلدية عين التعلب ما خلصت منه. يو وشو دخلوا فيك هذا التاني؟ مو مطعمي مبني ضمن الحدود الإقليمية للبلدية؟ لازم يتغدى ويتعشى عندي كل يوم والتاني هو وضيوفه، لازم. طبعاً هذا غير موظفين البلدية والصحة والتموين والمختار وغير بياعين الكتب وتجار الشعارات يلي رايحين جايين كل يوم مثل مكوك الحايك. لك أخ يا محمدي أخ، لو كنت عرفان هيك كنت ما اجيت من الخليج، كنت ضليت هنيك وعين الله حولي.
قال شو؟ جيت لحتى استثمر مصاري بالبلد واعمل مشروع سياحي مهم. إيه مرحبا، مرحبا استثمار. معلش طول بالك تقبرني، سعرك بسعر هالناس اللي فاتحة مطاعم. معك بتتعود على هالشي. قلتك بكره هالخد بيتعود على اللطم. تاخذ لك حبة تانية؟ لا خديها انت، مو قفلتيلي مخي. بيضاء لك دروية شوب صفاء، الياسمين نقاء وعبيرة، الوت علي الوت علي الوت علي تضم الشباب اللي عملوا الخناقة المرة الماضية سهرانين هون. شو هالحكي؟ هدول هني؟ ايه هدول. معلم شو رأيك تتصل باللجنة تخليهم يجيكم شوون؟ المشكلة انه ما بتجي اللجنة بلا سبب، لازم نعلقهم مع بعضهم بالأول. معلم ترك علي. الله يسعد مساكم جميعا، أحلى سلام ورق تحية لشباب حارة العوامي، أحلى شباب. الله محيي شباب الطيبة. عود محلك بلا لطفطة. لك لمين هي يا بضاي؟ للصراصير اللي مثلك. ولك أنا فرشيق. ألو، مرحبا، أنا أبو حمدي. أهلين أبو حمدي، خير؟ دخيلكم الحقوني الحقوني الحقوني، رجعت علي. بين مين ومين؟ شباب العوامة مع شباب الصباط. ابعت لكم سيارة مشان تجوا. لك قبل ما تبعت لي السيارة، ايه شلون الوضع عندك؟ الطاولات والكراسي عم يتكسروا. هي قديمة غيره. وعليش في بعضهم بالسحور والكاسات. هدول مراهقين مو خرجون يجرحوا بعض. وكمان كسروا الشعار. قالوا الشعار؟ شعارنا؟ اي نعم شعاركم. لا تخلي حدا يتزحزح من محله، دقيقتين بنكون عندكم. يعني ابعتلكم السيارة؟ لك انو سيارة هاي؟ شو مجنون انت؟ عنا 10 سيارات مستنفرين لهيك شغلة. الشعار مين كسره؟ لطيف يا مرت عمي، قديش مشتاقة اشوف التراكتور. لك وانا كمان، الله يرجعهم بالسلامة، بركي هيك بتتغير حياتنا شوي. سامعة صوت؟
شوفي شوفي يا ام فارس، شوفي هالشوفي ما احلاها. لك يا الله ما احلاه، يا الله ما احلى. لك حلو كثير كثير حلو، بجنن منصوحين فيه. لك ابو فارس شايفه لونه ما احلى مرت عمي؟ إيه لك ما يبلى، ان شاء الله ما يبلى لك فارس. فارس شلون سواقته؟ مثل الحلاوه. بعدين وينك زينب؟ انا بعجبك بسواقه، الله وكيلك، فتلك بطرش المعزه تبع ابو داغر، برقت فيه بالنص، ما طرقت ولا بمعزايه، مع انه معزاياته كثير غلاز وعفري. حلال عليك، هلا بدك تاخذني مشوار؟ ها رح فوت غير ثيابي والبس اواعي جديده. وقفي شبكي ولاد طاختي، شو لحالك؟ بدك تروحي كلياتنا بدنا نروح سوا. اما شو يا ابو فارس، عملت كلك نقف الدين اكله رز فولدك تاكل اصابيعك وراها. هلا كلياتنا بنركب بهالتراكتور وبناخذ معنا الطبخه وبنروح صوب عين الصاحب وبنتغدى هونيك، شو رايك؟ مثل ما بدك، بس قبل كل شيء خليني هلا علق فرده شلوخ قديمه ورا هالتراكتور حتى تقطع العين الحسودي. شلوخ شلوخ شلوخ. هي تعال انت وراك، تعال قريب جاي، تعال عندي ولا تعال. ايش تعمل رجلك تشوف؟ خذ هاري، هذه مليحه. وانا كمان ابو فارس بدي اعلق لهم خرز الزرق هات الشالوخات. مرت عمي طيب نعم توم، مو احسن خلينا نعلق راس توم بدنبه؟ لك ما تبلي ما تبلي. شو فهيمه، امشي قدامي لنجيب طنجره الرز بفول وسطل اللبن. يلا امشي. أهلين أبو فارس. يعطيك العافية يا أبو دعاس. الله يعافيك. صحيح اشتريت تراكتور يا أبو فارس؟ أي والله، بس وينك أبو دعاس؟ ما بدك توصاي أنت؟ هالثور هذا أماني برقبتك، فهمت شو عم قلك؟ حاضر تأمر يا أبو فارس. بس وينك أبو دعاس؟ إياك تقول لمرتي وولادي إنه أبو عجلي عندك. أنا قلت لين إنه أنا بعته وانتهيت من أمره. حاضر غيره. لا يا ابو دعاس سلامتك. بو عجلي يا افحل ثور، شيخلك ما بيجيبوا تراكتور وبالتشبايه وشك ابيض والبقر واقفه بالدور. يا ثوري يا انعم ثور، لو تعرف قيمتك اسبانيا بتبطل تعذيب الثور. مبروك تراكتور يا ام فارس. هيك ها هلا بيضتوها. الله يبيض اصلك يا ام سالم. تفضلي معنا على السيران غير مره ان شاء الله. شفت شفت يا ابو فارس، شفت العز؟ شفت بقال لي لشوف انو احسن، ابو عجله ولا تراكتور؟ وك شو جاب سيره ابو عجله هالقطنية؟ انا جاهزه مرت عمي، والاكل بعده سخن. ها يلا يلا اطلعوا اركبوا. بس وين كين؟ هي آخر سيران ها؟ يعني صرتوا لحد هاللقطني رايحين أربع سيارين، أيمتين بدنا نفلح الأرض؟ الله على حكك، شو بفور الدم؟ يعني مو لازم أهل الضيعة كلياتهم يعرفوا إنه صار عنا تراكتور؟ دخيلك أنت وأهل الضيعة. فارس انطلق. هلا اللي بدي افهمه انا، شو عم يعمل لك هالزلم المسكين حتى نازل فيه دق ومسخره؟ معلوم بدي انزل فيه دق ومسخره، لانه يلي عم يعملوا مش اصول بوتيتان. طب شو عم يعمل يعني؟ شو عم يعمل؟ كل يوم كل يوم لا مقطوعه ولا ممنوعه بيركب هالفلعوصه جنبه على تراكتور وبيروح على السينما. شو فيها هاي؟ ليكو الثاني ليكو يا ام فارس، لسه تراكتور ما فلحناش فيه ولا مرة، بقى ما بيجاوز يروحوا فيه سيارين على السينمات. يا بي الله يخليك، نحن عم ننطر الأرض لحتى على نصلك انت. ومش بس هيك يا ام فارس. خير شو في كمان؟ وصلني خبر انه ابنك عم يتسابق بتراكتورات، بقى بيجاوز من الله يعمل هيك. إيه لا بسيطة هي أبو فارس، الولد فرحان بتركته. لك الله يديمك فوق راسنا لحتى نفرح بخيراتك. خلص عمي بنوعدك إنه ما بقى نركب على التراكتور أبدا، مو هيك فارس؟ إيه بس أنت فرت لي هالوش، إيه دخيل هالوش أنا؟ لا مشان شيء، بس لسه ما فرحناش فيه ولا مرة يعني. ناوليه لعمك ولا زينب، ناوليه كاسة شاي خليه يروق دمه.
شاو يا فارس؟ ليش طفيته؟ ما طفيته، هو وقف لحاله. شلون هو وقف لحاله؟ دور تشوف. ما عم يشتغل. ليكون ما فيهوش بنزين. ما بصير يا بي، الخزان مليان. طيب والزيت؟ فل. فل؟ ليش ما عم يشتغل لك هين؟ والله ما بعرف، ايش بعرفني انا؟ انزل فارس، انزل. انزل تشوف. العمى هلق كان ما فيهوش البلاء. ليكون حمي يا بي. حمي؟ ومن شو بده يحمى؟ لسه ما فلحنا فيه في المين. قال يحمى قال. يا بي عرفت العطل. عطل شو؟ شايف هالقطعة؟ اي شو بها؟ هي مكثفة، يعني هي شغلتها انه تعبي الدينامو كهربا، بجوز احترقت. احترقيت؟ اي احرق اخت هالشغلة، لسه ما حلى. والله هذا اللي صار. ليك يا بي تعال شوفها، سودة مثل الفحمة. وهيك عم يصير مع تراكتاور ابو موسى وابو متعيب يا ترى؟ لا يا بي لا، هدلينك تراكتوراته الألمانية. طيب والعمل هلق ثنائي؟ العمل ما في انه غير نشتري هالقطعة هي لحتى يمشي. معقول؟ معقول يا فارس؟ معقول قطعة صغيرة قد رأس الدباوس توقف تراكتاور قد الجبل؟ شوف يا بي، أنا هلأ بروح لعند المهندس يحيى وبجيبه، بلكي بلاقي لنا حل. قال عطل قال. يخرب دياره شو عاطيل؟ لسه ما حلو. يعطيك العافية. أهلين الله يعافيك. شلونك؟ الحمد لله، أمور عمي. يعني بيلتقى عندك من القطعة هذه؟ شو رقمها؟ شو بعرفني؟ يا برهان. برهان مر معلم، شوف لي في عنا مثل القطعة رقمها 241 على 4. ما في معلم، ما في. ما في يا عم. شلون ما في؟ بدنا نشتغل. صدقني ما في، لو في ما بينعز عنا. طيب تراكتاور واقف بنص الحقلي، لا من كمه ولا من هثمه. عم اقول لك ما في عمي. عم تفهم عربي؟ طيب وين بيلتقى منا هذي؟ ما بيلتقى منا غير عنا. طيب اعطيني هالقطعة ومشينا. امنتوا بالله على النهار. عمي عم اقول لك ما في، مفقودة، ما في منها، مو موجودة. يا عمي الله يخلي لك شبابك، قد ما بدك بدفع اذا بتريد. يعني اتأخرت بالفليحة وخايف ما لحق موسم البذار يا عمي. مشكلتك مو مشكلتي. بس قالولنا انه تراكتاور مكفول لسنتين. القول شي والواقع شي تاني. يعني ما في رباط على كلامك؟ هلا بلا طولة لسان وخلينا السبب الله يرضى عليك. ها لا حول ولا قوة الا بالله. طيب امتين امتين يعني بتجيبوا هالقطعة هذه؟ غب لك 10 ايام وبعدين رجعنا. شو؟ شو 10 ايام؟ مضطر تطير؟ الله يخلي لك ولادك. ولك يا عمي بالعربي الفصيح عم اقول لك ما في، ما في، مفقودة، روح دبر حالك. شلون بده يدبر حاله؟ جيبها من بيروت، من عمان، من اي محل اذا كنت مستعجل. وقديش بيطلع حقها؟ 6000 ليرة. 6000 ليرة؟ ثمن هالقطعة الصغيرة؟ ولك ابوس عينك يا ابو عيشلي، لا بدك قطع تبديلية ولا محرك تعطل ولا بطارية خربت ولا ضراب السخن. يا بي طول بالك، الله يخليك، طول بالك. يعني ما خربت الدنيا؟ ولك شلون ما خربت الدنيا؟ يخرب ديارك انت الثاني. يعني معقول تراكتاور قد الجبل واقف بنص الحقل ولسه بعده جديد؟ العمى شلون صارت هذي؟ تشرشحنا بالضيعة، تشرشحنا، اتبهدلنا قدام الخلق والعيلم. ولا يهمك يا بي ولا يهمك، خلاص أنا مستعد هلا انزل على بيروت وارجع، افرد نهار، بس هنيك اغلب 2000 ليرة. ها تروح على بيروت؟ يعني بدك اياني
ادفع 8000 ليرة حق شقفة هالحديدة. إيه الله يذكرك بالخير يا أبو عجلي. كم شت ابن منحطها بهثمك وبعدها بتزحزح الجبل من مكانه وبتفك حجارته فك. يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا، تفضل. أبو فارس طبيخة موجود؟ لا والله مو هون بالأرض، ليش شو بتريد منه؟ في عنده إنذار بالدفع. الله يدفع البلا، دفع شو؟ جوزك متأخر عن دفع قسط التراكتور للبنك. أيوة أيوة، فهمت عليك. بس أنت سيد العارفين، المواسم مضروبة والتراكتور تعطل معنا، والله وكيلك اشترينا له قطعة ب 8000 ورقة. بعرف يا أختي. أنا عبد مأمور، جوزك لازم يروح يدفع للبنك ولا منحجز له على التراكتور، وما على الرسول إلا البلاغ وهي الإشعار. تفضلي، يلا السلام عليكم. شو شايف الشغل يا أبي؟ وطي سك مليح حتى تغرز بالأرض. يا على عيني. شي؟ ليش وقفته يا فارس؟ ما وقفته، وقف لحاله. شلون وقف لحاله؟ ما بعرف. دوره من جديد، خلصني بقى. شو قصته ها؟ ما في لا من تمه ولا من كمه، ما عم يجاوب معي، ما في حرارة على الإطلاق. أنا إطلاق هذا؟ دوره مليح، خلصني. شوفت عينا، خلص. أستغفر الله العظيم من كل ثلب عظيم، شو قصته يعنى؟ طول بالك يا أبي، طول بالك، لا تضوم. لحظة، يا سيدي بجوز الطرمبة تبع المازوت محروقة، ثواني. ولك ما حلوا لسه، ما حلوا لسه يتعطل أو ينضرب على قلبه. طرمبة المازوت ما فيها شيء يا أبي. غريبة، والزيت كمان مو ناقص ولا نقطة. لأنه أحياناً يا أبي الزيت. لك يلعن عن أخت الزيت، على أخت السمنة. عم قل لك جديد بعده جديد. يا أبي ما في غير ربعت ورا المهندس يحيى لحتى يجي يفحصه، لأنه أنا بصراحة يعني ما بفهم بتراكتورات. يعني أنا يلي بفهم. يا أبي طول بالك، الله يخليك، الشغلة بدها رواق. أنت هلا ادعي لربك إنه تكون شغلته بسيطة وبعدين كل شيء بيهون. ولك معقولي يا فارس؟ معقول تراكتور قد الدب يوقف بنص الحقل مثل فزاعة الطيور؟ إيه الله يذكرك بالخير يا أبو عجلي. يعني لو كان مربوط بشجرة هالجوز الكبيرة بيسحبها سحب، بيقلعها من شرشها قلع، بكلمة هش بيوقف مطرحه مثل المسمار، مثل الجندي الألماني. يا أبي الله يخليك، هدي حالك، كل شيء له حل. يعني بيجوز الشغلة كلها يعني هيك مكثف صغير. لك يقصف عمري قصف ساعة ما اشتريت هالبلية، ويا شماتك فيي يا أبو عجلي. شو جابك يا أبو فارس؟ باين راجع بكير. لك أخي أم فارس، قالوا للحمار، قالوا له ليش أنت حمار؟ قالوا ما عم يصح اللي يصير بني آدم. خير شبك؟ ليش هيك عم تحكي؟ آخ بقول الآخ يا أم فارس وبيطلع من صدري كبتيل شحار ودعابيل غبره. خير عمي ليش؟ صحي وينه فارس؟ روح يجيب المهندس حتى يصلح التراكتور. يوه ليش شو بالتراكتور؟ بوطس بأرض وبوطسي مثل الخنفس الميتة أو الزلحفة الفطسانة. شو عم بتقول؟ إيه الله يسامحني يا أبو عجلي، شلون طردتك من الحقل؟
كأني عم بطرب تايس أو بغل. ناس خابين البيت لك. أي 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 شباكنا. ها مين معك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. شو بدك انت ثاني كمان؟ اي معي انذار مش هيك قصة البن. انذار يا حبيبي، وجاء عزيز كتابكم في ألعن الأوقات. شو يا مهندس يحيى، بين معك شيء؟ والله يا فارس المسنن مكسور. مكسور؟ كسر مضاعف. بالظاهر وعد بقلبه قطعة معدنية وهي اللي تسببت بكسره. هلا يعني بنقدر نصلحه؟ لا والله، بدكم تشتروا واحد جديد. بس ما حلو ينكسر لسه. بالظاهر حملتوه فوق طاقته. إيه ما حملنا شيء، عم نفلح عليه مثل العادة. بقى شو صار له على غفلة؟ أخي هاي المسننات مثل البسكوت، كان لازم تعملوا جهدكم وتداروها. طيب غالي يعني ها؟ يعني حوالي 90,000 ليرة. شو عم تقول؟ هذا ب90,000؟ طبعاً، لأنه هذا المسنن هو اللي بيوزع الحركة على كل الترابيع. طيب أمر لله، متوفر يعني؟ والله ما بعرف، بدكم تسألوا. على كل حال بس تلاقوا مسنن أنا بالخدمة. يلا السلام. لحظة، شو السلام؟ هاي الكركبة مين بده يرجع يركبها؟ مو محرزة، بكرة أجيب المسنن وأنا بركبهم كلهم فرد مرة. السلام. عم أقول لك مسننات ما في عمي، عم تفهم عربي؟ طيب، أيمتين بيصير فيه؟ حسب ما تيجي الطلبية. وبتطول الطلبية يا ترى؟ يعني شهرين ثلاثة، الله العليم. لا لا تقولها، بدنا نلحق المواسم دخيلك. لك أخي هاي مشكلتك مو مشكلتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هلا أنت ليش موهوم كل هالقد؟ شف لك شي واحد رايح على ألمانيا وصي يجيب لك هالقطعة معه. من ألمانيا؟ مو أحسن ما تتعطل؟ ألمانيا؟ قال شو؟ من ألمانيا. معلوم ألمانيا مربط خيلنا ولا. شو بدك تعمل هلا؟ شو بدي أعمل يعني؟ بدي بيع شقفة أرض حتى أشتري المسنن. بس ما فيك تبيع الأرض عمي. قال البنك بيشتري. إيه معلش معلش شبي معلش، يعني الدونمين أرض مو مشكلة، أرضنا كبيرة تتحمل. بس عملوا حسابكم إنه تكون هي أول وآخر مرة، ها مو تعملوها شغلتكم. ولا يهمك، خلص بإذن الله كل شيء راح يتعوض. شو بنا راح يتعوض؟ مبروك يا فارس، ايه ده صلحتوا التراكتور؟ الجمعة الماضية. وانتو شلون تراكتوركم؟ اخذناه على الصيانة وما عم نحسن نأمن قطع تبديل. ايه احنا شلنا القطع من ألمانيا. معلوم يا عمي، اللي معه فلفل بروش على المخلوطة. قولتك. سلام. شو صار؟ كأنه شي انكسر. لا لا تقوليها، يمكن فرتق شاط المروحة بس. أكيد هداك الرجال صابه بالعين، فظاع عين الناس شو ضيقة. والله مو شغلة إشاط يا زينب. لكان شو؟ ما هي شغلته كبيرة. ولك يخرب ديارك يا فارس، يخرب ديارك. مين سمح لك تتفتل على تراكتور بالضيعة؟ أنتو هالمغضوبة، مين؟ صدقني صدقني يا عمي فارس ما عمل له شي. ما شفنا لك الا التراكتور واقف لحاله بدون ما حدا يقارشه. هسولي على نصك انت ولا حرف، فهمت؟ اي لك يا بني ادم، صر دافع على هالتراكتور، دم قلبي وما استفدت منه بقشي. المواسم هربت مني، ديون البنك ذبحتني، الارض بعت نصفها، بقى شو قصت هالتراكتور؟ فهموني حتى افهم. قال شو؟ يوم بينقطع القشاط، يوم بينكسر المسنن، يوم بتتعطل كهربته وبيحمموا ثوره وبتخرب ترابيعه. يا بيطول بالك الله يخليك، كل اللي عندهم التراكتورات هيك عم بصير معهم. اي العمش على هالحالي، العمش مشكي انعمش. لا شو بيقول لي ابنك؟ نحن بالقرن العشرين،
حشات الذكر قرن الثور بوعجلي بيسوى القرن العشرين كله. يا أبي التراكتورات حظوظ وبالظهر يعني طلع حظنا عاطي. قال حفوظ قال أشو هو شروة بالطايخ؟ العمى أحليين أصفى بلا أرض وبلا تراكتور كمان. هي لو تنحل مشكلة القطع التبديلية كان كل شي بصير ميسرها. والله عاه وصرتي تفهمي بالقطع التبديلية يا أم فارس؟ أنا شو بعرفني هيك سمعت فارس عم بيقول لك. بس بدي أفهم إنه شلون هايك أبي درسوش قصة القطع التبديلية قبل ما يصنعوا تراكتورات؟ أبي يشتروا سيارات ما فيش قطع، أبي يصنعوا مراويح ما فيش قطع، تلفزيونات ما فيش شاشات، ضراب الصخن ما فيش قطع، بيفتحوا شارع بيتفاجئوا يعني قال إنه هالشارع بده مجرير بده مصاريف، بعمروا ضاحية ضاحية بعمروها قال بيتفاجئوا يعني إنه ما فيش بالمنطقة كلها مي تكفي السكان، بيفتتحوا اكتتاب للسيارات بيتفاجئوا قال يعني إنه ما فيش عملة صعبة عند الدولة. بس وينك؟ العملة الصعبة بتنخلق خلقة لما بدهن شبح أو نملة أو حتى قطع تبديلية لمعامل المسؤولين. أيقطع عمري لأخلص من هالورطة يلي ورطني فيها يا فارس. وكل الله يا أبو فارس وكل الله وحاجة تعصب ما بيسوى مشانك. قولك يا أم فارس أنا مالي مجبور جيب قطعة من لبنان وقطعة من عمان وقطعة من أراضي الجان. لا وقال شو؟ تراكتور مصنوع من حديد وهو مثل البسكوت، قسما بالله مثل البسكوت، يعني لو شحت يا ام فارس بقرمش رفريفه بسناني. يا ام فارس ارض الحقل بدال ما تكون مبذوره بالحب صار بذرها عزقات وصامولات ورندلات وبراغي وجنازير وقضبان معدنيه. وكيف ما ندرت يا فارس كيف ما ندرت بتلاقي بقع زيت وكبتين شحم وهالتراكتور الملعون مرمي بالنص مثل جيفة البغل. صحيح بس لا تنسى انه ابو عجلة كان يزبل ويبعر كتير. صحيح بس زبلو يسلم لزبلو وبعرو يا محلى بعرو كله سماد للأرض يعني مفيد. بس هالزيت المحروق حرق أخت الأرض يا أم فارس لأكثر من مترين تحت التراب. السلام عليكم. شو بدك أنت الثاني؟ مش شرط قسط البنك تأخرت كتير بهالشهر. ولا يهمك بكرة راح بيع الأرض وسدد ديوني للبنك. مليح هيك؟ عجبك انت الثاني كمان؟ مش الحال؟ الحمد لله يا ابو فارس خلصنا. خلصت؟ يعني كل شيء تمام؟ على مسؤوليتي دراع الحركة كان عطلان بس بعد ما ركبنا له واحد جديد صار ربا. طلع فارس طلع جريب. مبروك يا ابو فارس هذا ولا بعشر سنين بتحتاج تركب القطعة. السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام يا خيي. فارس شلون شفته؟ مثل الحلاوة. تعا يا بيكا تعا شربوا. يلا يلا لا تكون زايرته. زايرته؟ لا زايرته ولا زايرني. إذا كان شو عملت له؟ هلا كان ماشي مثل العسل. ليكون من الكربيراتو؟ من الكربيراتو؟ ما بعرف يعني هيك بده يكون السبب. هيك لكان. أبدي إلعن أخت تراكتور على أخت الكربيراتور على أخت الموتور. أنا فرجيك أنا. يا بي لوين رايح؟ يا بي رجع رجع. يمكن شغلته بسيطة. Thank you.
هلق بنشوفكم شو راح تساوي. ام فارس ام فارس ام فارس. سبق سبق، ليش عم تعيط؟ خير؟ المهدي وينه؟ المهدي الكبير وينه؟ المهدي؟ شو القصة يا ابو فارس؟ غلت لي قلبي. هاتوا المهدي الكبير قبل ما طربق الدنيا فوق راسكن. وينه؟ خير عمي؟ شو في؟ المهدي وينه؟ بلاقي بس امشي امشي انت وياها قدام الشوف. امشي نمشي نمشي بس لوين؟ امشي انت وياها. طيب نمشي زينب، امشي قبل ما طربق الدنيا فوق راسكن. يا طيب يا ابو فارس طيب. امشي امشي وعي. طيب يا ابو فارس فهمني بس، ليش جايبني لهون؟ فهمني. شوفي يا ام فارس، كلمتين مختصرين، يا اما بتشغلوا لي هالتراكتور يا اما قسمين عظمين بحط النير على رقبتك اولا وعلى رقبه ابنك ثانيا وعلى رقبه كنتك هي المفعوصه ثالثا وبفلح عليكم. فهمتوا؟ أمنتوا بالله على هالنهار؟ شو صاير لك يا أبو فارس؟ مثل ما عم قلك، هلق هلق ما تكون شغلوا لي. وشو بفهمنا لحنا بالتراكتور؟ هلق بطلتوا تفهموا؟ مش أنتوا كنتوا تقولوا لي نحنا بالقرن العشرين، بالقرن الصناعي، بالقرن الحديدي، مش بالقرن الحشري؟ مش أنتوا ظليتوا تزنوا بوثاني حتى اشتريه؟ وشو كانت النتيجة دخليك؟ بعد ما اشتريته أرضي صارت ملك للبنك، بعتها حتى وفي القصوطة ثوري بعته، وكل هالشي مشان الصناعة الوطنية العظيمة. بقى شغلوا لي اياه، شغلوا لي اياه قبل ما يطلع جناني عليكم. ها اطلعي انت ولي انت هي اطلعي شغلي لي اياه. لحكي لك يا ام فارس. يو شو بفهمني انا بهالشغلة؟ لكان اطلعي انت ولي. ايش عمي عم تمزح معي؟ طيب ما حدا بده يشغله؟ بسيطة أنا بشغله وراح تشوفوا شلون. شو بدي اعمل؟ شو بدي لك؟ روح شوف ابوك لك فارس. فارس حسين خذي يا سنين التقدم، خذي يا سنين القرن العشرين، اترك لك خذ يا تقدم. عمي طول بالك يا حضارة. لك طول بالك، اترك لك، اترك دوري في بعض ضربي. خلوه يضربك. خذي يا قطع تبديلية، يا قطع تبديلية. يا ابو فارس ولد، يا ابو فارس ولد، يا ابو فارس. تعال وهجني كان بده يشتغل هالتراكتور بطل يشتغل على هالقتلة. اجا عمي. تعال يا ابو عشلي، تعال يا ابو عشلي، انت معلم الكل. تعال يا حبيباي، تعال تعال تعال، جاي قرب، جاي قرب، جاي. شو يا ابي شو بدك تساوي؟ بدي اخذ هالجيفة من حقله. لوين بدك تاخده يا ابو فارس؟ لوين يعني؟ على معرض دمشق الدولة؟ على المزبلة؟ ابو عشلي صحيح انك ثور، بس قسما انت عندي افضل من الف تراكتور. بو فارس عنده جنيني عكت في العين، تفاحتها يا عيني بملوا العين. بو فارس عنده جنيني عكت في العين. يلا يلا بو عجلي، يلا يلا. بو فارس عنده جنيني
كلها أسمار وعم بتغني عغصانة جوقة أطيار. خفي إيدك يا زينب، صار وقت جاية عمك أبو فارس من الحقلة. إيش بدك يعني يساوي يعني؟ ما كانت تسوي الطبخة معي؟ شلون ما كانت تسوي؟ إيش عم تطبخي خروف محشي؟ كلها لقمة برغل بكوسة. صحيح، بس يمكن البرغلات قاسين شوي مرت عمي، مشان هيك ما عم يستوى. لك وليه شو حوبي؟ ضيفي لك كيلة مي بيمشي الحال. هيك قلتك مرت عمي؟ اي لك انا، قومي قومي هاتي. ايه بس بخاف تتخبص الطبخة. لك وليه على الغشيم وساعده انه لأنت بدي ضل علمك؟ ولا خفيها بقى، هلا بيجي فارس وبلاقي الاكل مو خالص، بيفتح باجوع علينا وبيعملنا صرعة. لك عم مرت عمو، رح ساوي سلطة لبن بخيار لبين ما تستوي الطبخة، شو رأيك؟ ولك بس يا حوبي. مرت عمو، بحطولها لسلطة اللبن بخيار نعناع يابس؟ ايه بينحطلك انت، بينحطلها. لك ودي على قامتي ودي على حظي ودي على جوزناك يا فارس لحتى مرتك تعيننا. اتاري يا فارس مرتك بدها 10 زلم لحتى يعينوها، والعريضة ان شاء الله. يا رايحين عحلب حبي يا معاكم راح، يا محملين العنب تحت يا العنب تفاح، كل من حبيبه معه وانا حبيبي راح، يا ربي نسمة هوا ترد الحلو لي. الله يعطيك العافية يا ابو عجلي، صحة وهنا. انا رايح اتغذى، وانت كمان، وانت كمان، هاي الزوادي، هاي الزوادي كل منها. انت اشتغلت اليوم يعني شغل 10 ثوار من عمرك، الله يعطيك العافية. وأني ممنون منك كثير يا صاحبي، ممنون منك كثير يعني، وبعتبرك بمقام أخي الأكبر، ورب ثور لك لم تلده أمك. تعال جاي بو عجلي، هاي كمشة بندو حلي فرصك فيها تستاهل، وهي كمشة فستق مزمزن على مهلك بتستاهل. سلام عليكم. مرحبا يا بي. اهلين فارس، شلونك اليوم؟ نشكر الله. شو هلق جيت من المدرسه انت؟ اي والله، قلت لحالي بمرق لعندك وبروح سوا على الغدا. شلون كان هرك يا بي؟ بصراحه يا ابني تعبت كثير اليوم، يخرب دياره الارض مش عم تنقلب معي بسهوله، حجاره مثل الصوان. بدك الحقيقه يا بي، مو الارض يلي قاسي. الا مين القاسي؟ ما بعرف يعني، انا بخاف لك الحقيقه تقوم تزعل مني. لا قول، معقول ازعل منك يعني؟ يا بي انت يعني ملبك حالك، يعني حاطط رجلتينك بصر مايه وحده. شلون يعني؟ يعني بدك تفلح وتبدر وتعشب وتزرع لحالك، واذا اجيت الحق يا بي الارض مو قاسي بنوب، بالعكس اطرى من الحنه، بس كل الحق على ابو عجله. شبو ابو عجلي؟ شلون شبو؟ عد على صبيعك لك، اولا ختيار وصار عظمه ضعيف وحيله مهدود، ثانيا. لا تكمل يا فارس، لا تكمل، انا ما بسمحش لمخلوق على وجه الارض انه يجيب سيره ابو عجلي قدامي، لا بخير ولا بشر، بقى غير لي هالسيره بكون احسن. شفت شلون زعلت؟ معلوم بدي ازعل، يعني كون بمطرحي انت واجا زلمي وقعد يغتاب صاحبك وينتف بريشه قدامك، شو رح تعمل انت وقتيها؟ ها؟ اكيد رح تزعل، ويمكن تنفضوا كفين بالمقلوب على حنكو حتى يوقف النميمه، لا وخاصه اذا كان كلامه افتراء ومش مزبوط يا فارس. بس انا كلامي مزبوط. لا ابدا ابدا بتاتا مش مزبوط. وليش مو مزبوط بقى؟ لانه بو عجلي مش ختيار، بو عجلي لو ربطته بالجبل بزحزحه من مكانه. يا ابي الله يخليك، اسمعني منيح هلا ولا يطلع خلقك علي. هلا قديش العمر الافتراضي للثور؟ بيعيش كثير، بيعيش اكثر مني ومنك، كان عند جدك ثور عاش اكثر منه. طبعا، لانه جدي الله يرحمه مات وعمره 27 سنة. المهم العمر الافتراضي للثور هو بكامل صحته وقوته، يعني بدك تقول شيء 20 سنة، ومن بعدها خلاص ببلش ونوصه يضعف ونظره بخف وعيونه بتعمش وبتنزل عليها المي الزرقاء وبصير معه عمى الوان. ولك اخ اخ، بس بدي افهم يا فارس، شو يلي مخليك نتغاروا من ابو عجلي؟ يعني حرام يكون في صداقه شخصيه بيني وبين هالمخلوق؟ ولك يا فارس، يا ابن المدارس،
صداقتي مع هالمخلوق صداقة محب لمحب. إيه طبعا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئ. لا مش صحيح، بوعجلي ما فيهوش ولا عيب وحدي، بتحداك. هالرجل هذا هالثور يعني كامل مكمل، محبك مبكل، بالقوة أقوى من 20 حصان، بالصبر أصبر من 100 جمال، بالتحمل بيتحمل أكثر من 50 حمار، وبالذكاء أذكى من 700 قرد. وأنا بستغرب شلون هايك بقيسوا قوة محركات السيارات، يعني بالأحصنة لازم يقولوا هالمحرك قوته 50 ثور مش 50 حصان. فعلا هزولت يا فارس، هزولت. بعدين تعال قلك، الحصان مخلوق مايع مدلع، بيطول شعره وبيعمل ذنب حصان من ورا. لا وفوق هالشي بيعلموه الرقص، بيصير ينطويت ويقمز مثل الست المغندرة قدام البشر. انت بعمرك شفت بوعجلي عم يترقص ويتنطوط بالحقل مثل الحصان المخنف؟ يا بي الله يخليك، هلا شو بدنا بهالقصاص؟ شلون شو بدنا بهالقصاص؟ بعدين الشاعر لما مدح امير المؤمنين شو قال له؟ ايش بعرفني انا شو قال له؟ قال له انت كالتيس في قوة التحمل وكالثور في قراع الخطوب. على عيني وراسي يا بي، بس انا كان قصدي. لا لا، حتى تعرف اني انا بعرف شعر مش بس انت. فيك البركة يا بي الله يخليك، بس هلق ليش انت بتحب تاخذ صد وتعطي رد؟ خلاص بوعجلي مفضل علينا كلنا، وهالصديقة يلي بيني وبينه قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. أنا بحترم جهوده وبكرمه وهو بيساعدني بالفليحة. من تم ساكت؟ شلون يعني من تم ساكت؟ ما بعجلك خسرتك السنة الماضية؟ شو قوام نسيت؟ معلوم بده يبعجها ويطعجها ويبقرها بقر كمان. وليش بقى؟ معلوم لأنه الحق علي أنا. أنا شغلته أكثر من 8 ساعات عمل بدون ما دللوا ادفع له إضافة. أبدو يثور علي ما فيهاش حكي. أصلاً هالثورات يا فارس بالعالم كله منين جاي؟ من ناس ثاروا مثل بوعجلي وطالبوا بحق. ولك يخرب بيتكن يا متعلمين، حتى الثور إذا شعر إنه اتاكل حقه بثور فرد ثورة، مش بيخنع مثل البزيقة. هلق انت عم يعطوك حق الدروس الإضافية بالمدرسة؟ منين يا عسرة؟ عم نداوي صبح ومساء وعمل طوعي إجباري وأوفر تايم وبأيام العطل وما حدا لحدا، كلمة يعطيكن العافية ما في. ودخلك شو عملته؟ عملته عريضة احتجاج؟ طالبته مقابلة الوزير؟ ها؟ شو عملته؟ طبعا يا بي، لأنه المهم هلق ما بدناش نكثر حكي، بوعجلي عندي أغلى من أولادي، ولأنه من جيلي رح أقول أغلى من كل أصحابي. بقى خلص يا فارس، سكر لي باب الحكي وأسكت، أسكت. حطي مخلل يا زينب من الخابية اللي جوا. حاضر. مخلل فليفلة ولا لفت مرت عمي؟ ليش بقيان عنا لفت يا حبي؟ حطي مخلل خيار وفليفلة. حاضر مرت عمي. اتقربش على هالموضوع بتاتا. يا بي انا ما حكيت شي غلط. غلط ولا صح، انا ما بحب حدا يتدخل بموضوع بوعجلي، فهمت ولا ما فهمت؟ يعطيك العافية. أهلين أبو فارس. خير، شبك عم تتخانق أنت وابنك؟ أنا ما عم بتخانق مع حدا، بس ابنك فارس الله يحرس لك إياه حامل السلم بالعرض وماشي بسوق الحمدية. أنت وياه. شو طابخين يا ترى؟ أبو شلهوب. أبو شلهوب؟ البرغ والمسامير الركب يا أم فارس. شبك يا فارس، ما تعضقات؟ يعطيكم العافية. الله يعافيكي. الله يعافيكي. شو يا ترى طبخ مين اليوم؟ طبخك ولا طبخ أمي؟ لا طبخ زينب، الواحد يحكي الدغري. هي الدرسانة صاير طبخة كتير كتير ظريف. جرب أبو فارس ودوق.
معلوم، الله يعطيها العافية، طبخها زاكي ولذيذ. مرت ابنك مريحيس هذيك كل ما بيقولها جاوزها يا فاطمة اطبخي، حاجتنا حواضر. بتقول له مريضة، بيقول له قومي كلي، بتقول له وين معلقتي العريضة. مو لهالدرجة انت الثاني، روح الله لا يعلي حدا بلسانك. مش هذا هو الواقع يا ام فارس، يخرب دياره مثل القنفذي، لا بتنعض ولا بتنباس ولا خرج الواحد يحطه على الراس. هل هيك بتحكي عني لما بكون غايبه عمي؟ لا ولا انت ما فيش منك، بس هذيك غشيمه ومعتره ولحد هلاق ما بتعرف البقدونس من الكزبره. الله يعينك يا ابني، ملحص عليها يعني عديمة الخواص والفايدة. ايه يعني مثل ابو عجلة. امنت بي الله على هالنهار، هلا اقتنية ما رح نخلص من نقك انت يا فارس اليوم. خير شوفي ابنك هالمنظوم حاطط كعارة وبكعار ابو عجلة، لوين بده يوصل بالنهاية؟ شو بده؟ ما كنتش افهم يا امي. الحق بايدي، أبي كل يوم عم يطعمي أبو عجلة نص كيلو لوز وجوز وبندو وفستو، يعني هالسنة مونة مكسرات ما في. صحيح يا أبو فارس؟ هلق بس بدي أفهم، أنتو ليش متضايقين من أبو عجلة؟ ليش؟ إيه؟ أبو عجلة بيستاهل وخدوم، بعدين لا تنسوا إنه رفيق عمر وصديق درب يعنى، ولولاه ما كان في عنا مواسم يا ام فارس. وشو بيقول لك المثال؟ يلي بيرفعك على ظهره حتى تخطف تين، اول تين بتخطفها طعميها، هيك الاصول بتقول، ولا شو رايك يا ام فارس؟ شو بدك برايي هلا تيني؟ لا قولي يا ام فارس قولي. شو بدي اقول يعني؟ اذا وافقتك على رايك رح أصير فهيمة، بس إذا خالفتك بدي أكون بهيمة، بقى شو الفايدة؟ يعني انت كمان يا ام فارس ضد ابو عجلة؟ طيب بسيطة، وانت يا زينب شو رأيك ابو عجلة؟ ليش من ايمتى كنت اخذ رأيي؟ مو انت دايما بتقلي انه انا مثل الناموسة يلي هدت على ظهر الجاموسة، قالت له صباح الخير يا ستي، قالت له ليش بلا زغرة منو انت؟ مو انت هيك دايما بتقلي عمي؟ لا 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 قولي ولي قولي ولا يهمك. صراحة عمي كلنا بالعيلة ضد ابو عجلة. هيك لك مؤامرة جماعية يعني؟ طيب شو السبب؟ بدي أسألك يا زينب، نطحك شاي؟ هذا اللي كان ناقص. رفصك شاي؟ ما أحلى والله. عضك شاي؟ فشرت عينتينه. باسك شاي؟ يولواه الواه تبوسه حية بسبع روس إن شاء الله. لكن شو سبب العداوة لهالمخلوق؟ السبب إنه وقته انتهى، صلاحيته خلصت، شكراً لمساعي. إيه لازم ينحال على التقاعد بقى. ينحال على التقاعد؟ طبعاً، لأنه صار له عمر بيناتنا، إيه حلو يفرقنا بريحة طيبة بقى. إن شاء الله ريحته الطيبة تخنقك خنق، فهمتاي ولا ما فهمتاي؟ ما بعرف، هذا رأيي. هذا رأيي، وصار إلك رأي كمان؟ أصلاً أنت مثل الناموسة يلي هدت على ظهر الجاموسة، قالت له صباح الخير يا ستة، قالت له بلا الزغرة منو انت؟ امرك عمي. يا بي بدك مختصر الكلام؟ هات تشوف، نحن هلا بدنا تراكتور. شو هذا؟ تراكتور، لانه بصراحة راحت ايام الجواميس والتوار، فهمت علينا بقى؟ ها هلق فهمت، بدكن تراكتور لك؟ طبعاً، لأنه الأرض ما عادت تنقلب مع أبو عجلة،
هو إذا بده يقلبها ويفلحها ويعمل جهده بده شهر على القليلة، أما تراكتور بيلمح البصر، ولك بيلمح البصر بيقلب لك عليها واطيها. يا بي الله يخليك، نحن هلا بآخر القرن العشرين، يعني فايتين على القرن الواحد والعشرين، وزمن الحيوانات التوار والبغال والحمير والجحاش خلاص راح ولا؟ صحيح هي خدمتنا كثير وإلى دين برقبتنا، بس خلاص الواحد لازم يلحق مصلحته. بعدين عمي لا تنسى إنه فارس بيعرف يسوق على التراكتور، تعلم بالجيش يقبر قلبي. إيه مزبوط يا بي مزبوط، بعدين يعني أنت لازم ترتاح، صحيح أنا معلم مدرسة قبل الظهر، بس بعد الظهر فاضي، يعني بساعدك شوي بالفلاحة. يعني هلق أنتوا بدكم تستغنوا عني مثل ما بدكم تستغنوا عن الثور؟ لا يا بي الله يديمك مو هذا القصد، بس يعني نحن هلا صرنا بزمن الآلة، مو حلو نضل عم نحرط على التور. لك عمو لملحس، عمو أبو مرته هذا العم الجاهل اشترى تراكتور وعم يفلح فيه أرضه ومواسمه عم تغل ذهب أحمر، مو مثلنا يا حصرتي على حالنا، كل مالنا لورا مثل بعر الجمال. طبعا عمي، لأنه سكة التراكتور بتدخل بالأرض نص متر، أما أبو عجلة إيه ما عم يقدر يدخل السكة بالأرض نص شبر. بعدين يا أبي اسمع لإلا، 100 فلاح ببوس ايدك وشه وقفل حتى يستأجر التراكتور لما بيكون فاضي، يعني بأقل من سنة بتطلع حق التراكتور وأزود كمان. هاي من جهة، ومن جهة تانية أبو عجلة صاير فجعان كتير كتير وأكله زايد عن الحد، يعني يا دوب عم نلحق له برسيم وقش وتبن. إيه قسما بالله قسما بالله عجزنا عجزنا على المظبوط، وبعدين يا ريت أكله على قد فعاله. أخونا بالله بيقوم بحصل حوصتين بالأرض وبيركض ركض لحتى يتفيى تحت التوتة، يعني بالمختصر المفيد صاير كتير بطران وكسلان وفجعان. بينما التراكتور فنجانين بنزين بينكتلك الأرض نكت، ولا بياكل ولا بيشرب لا لوز ولا جوز، لك ولا بيختير ولا بيهرهر، ولا بيموت ولا بيمرض، ولا بيكل ولا بيمل. طبعا عمي، لأنه التراكتور مصنوع من حديد، يعني قد ما شغلته ما بيتعب، مو مثل أبو عجلة ريطه يضيع وما يلتقى. بعدين يا بي هذا التراكتور قوته 85 حصان، أنت بتعرف شو يعني 85 حصان؟ أكيد بيعرف، يعني بيقلب الجبل وبيطحن الحجار. أبو فارس خليك معي أنا، اسمع لقلك تقبرني، هذا التراكتور الأرض الجردة جردها بخليها جنة عدن وخضرة اليمن. بق لك روح ابني، روح جيب لي دفتر الموديلات، يلا بسرعه روح جيبه يلا. وانتو من زمان عم تفكروا بهالموضوع؟ بصراحه من شهر. طيب ابو عجلي ما حد نفكر شو بده يكون مصيره؟ يا بي الله يخليك ويطول بعمرك، خلينا بالمهم هلا. اسمع لك يا بي، نحن في عندنا 3 قياسات، في عندك كبير ووسط وصغير، بقى شو قلت؟ استنى استنى، شو صغير انت الثاني؟ بدك تفضحنا بتضيع لك يا فارس؟ والله والله ما بقبل غير تراكتور كبير، هي كسرت الهاقها. ايه قلتك، شو رح لك اليوم نشتري تراكتور؟ طبعا كبير، ما حلوه بحقنا نجيب واحد صغير. امسك يا بي، خذ لك نظره شوف. طيب ابو عجلي ما حد فيكن فكر فيه؟ لك ولي على قامتي، من إلا تور ما في منه خواص بيقول حلبوه، ولك انسالي انسالي ابو عجلي هذا من بالك انسى، خلي ذهنك معي. امري ذهنك معي؟ معك معك امري انتي. بكره من عند على بكره بتنزل انت وابنك فارس على المدينه، بتنقوا الموديل وبتنهوا الموضوع. طيب ما معيش مصاري، منين بدي اجيب؟ دبر راسك، بيعه لابو عجله بيعه والباقي بيتدبروا، لا تشكيلي وتبكيلي وتقلي معي وما معي، عظمك محشه ذهب جوزي وبعرفك. عظمي محشي ذهب؟ ايه الله يسمع من اثمك. يلا بنتي زينب امشي امشي نحط له فواكه لعمك ابو فارس، امشي. يا ثور يا أجمل ثور، أرضي لولا جهودك بور، ولما عنك بستغني مو بكيفي الشغل بالزور. يا ثوري يا أقوى ثور، يلي عزمك ما بيخور، عمرك ما زرت الحكيم ولا مرة فحصك دكتور. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نور يا عم. بصراحة نحن جايين نتفرج على تراكتورات،
اذا ما عندك شي مانع. اهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. ايه لا خلاص انا برا عليه خلاص لعيونك. ليك يا ابي ليك 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 شوف لي هالوقت شوف ما حلو؟ حلو كثير، بس يا ترى هذا اكبر قياس عنده؟ والله ما بعرف، هلا بنسال البياع. يا معلم طيب طيب بعدين بحكي معك. الله معك، مع السلامة. يا اهلا وسهلا، مر يا عم. يعطيك العافية. اهلا وسهلا. دخلك هذا تراكتور، قديش مقاسه؟ يا سيدي عندنا ثلاث مقاسات، وسط وصغير وكبير. انتوا قديش مساحتك بتكون؟ مش كبيرة. يا عندك طول شي 40 بنو. يا سيدي هذا زينة العال، بكفي بوفي، خلصت المسألة. طيب دخلك هذا شغل وين يعني؟ هذا صناعة محلية، يعني شي تجميع وشي تصنيع. ايوه، طيب تعطينا فكرة عن الأسعار؟ يا سيدي القياس الكبير حقه 770 ألف. والوسط 520. والصغير 460 ألف. خلص يا أبي، معناته نحن بناخذ الكبير. شو بناخذ الكبير؟ يعني شو مفكر أنت؟ أبوك مريولا ناير؟ يعني 770 ألف كثير، يعني لو بعتني واشتريتني ما بجيبش هالمبلغ أنا. هديني على كرة، أنت لا تأكل هم، خلاص بتدبر. إيه معلم؟ أمور. إمتى الاستلام؟ بعد الدفع فورا. طيب ماشي، لكن نحن يعني يوم يومين ثلاثة بالكثير بنجي لعندك وبنتفق. يا أهلا وسهلا، تكرم عينكم. بس احجز لنا إياها. على عيني وراسي. طيب السلام عليكم. الله معكم. السلام عليكم. الله معكم. شلون بقدر بقى ها؟ فهميني، كل اللي معي يا ذو بيطلعوا 300 ألف ليرة، منين بدي اجيب لك مالي؟ يا بيسمعنا لك، المصرف الزراعي عم يدين الفلاحين مبالغ كبيرة، خاصة يعني إذا كانت هالمصاري هي مشان خدمة الأرض. بقى شو رأيك تاخد قرض من المصرف الزراعي؟ مزبوط عمي، أكترية الفلاحين عم ياخدوا قروض وسلف. يا حبايبي عليك شو فهم؟ بدك اياني سلم رقبتي للدولة حتى تقصل لي اياها بليلي ما فيهاش ضوء قمر؟ وليش لحتى تقصل لك اياها بعيد الشر؟ معلوم يا عمي، لانه الدولة راح تاخذ مني فوايد، يعني ما راح تسلفني هالمبلغ على سواد عيوني. صحيح، بس فوايدها كثير بسيطة. قال يا ناس اسمع ويا خلق اقشع، شلون بسيطة ها؟ طيب يا سيدي، وفلنفرض انها بسيطة، يعني بدك اياني عيش عمري كله واني عم وفي ديوني للدولة؟ لا يا بي لا، مو طول عمرك، يعني بدك تقول شيء 15 سنة. وك يخرب ديارك، انت وافكارك بجاه الحبيب لمبيرك. ليش يا بي ليش؟ ليش اني فكرك يعني راح اعيش 15 سنة الاخرى؟ لا 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 لا، ولا بفال عليك يا ابو فارس، الله يديمك فوق راسنا يا حق. ايه يا بي، بقى شو قلت؟ ليش عاد إلي قول أنا؟ ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، أنتوا اللي عم تفصلوا وتقيسوا وتلبسوا وأنا قاعد بيناتكن مثل الطرطور. لا سلامتك أبو فارس، بتضل أنت الأصل. قومي زينب، قومي ساوي لنا برات شاي. عجلي وليه؟ تعذر مرتاح تقبرني، تعال. تفضل يا أبي، تفضل لهم. ما شاء الله كان عليكن، خاصة أنت مهذب قال يعني وموجب. لك يا خيي الأوراق كاملة بما فيها ملكية الأرض وشهادة بأني غير مستفيد من قرض آخر وشهادة تعريف من المختار. طيب طيب بسيطة، بس صفي عليك شغلة واحدة فقط. وشو هي دام فضلك؟ بدك توقع لنا على سند رهن أرضك للدولة. يعني بدي أرهن أرضي للدولة؟ طبعا، وما بيحق عليها لا بيع ولا شراء ولا تأجير إلا لبعد 15 سنة. يعني بالمختصر المفيد، ما بنرفع إشارة الحجز عن الأرض إلا لبعد ما تسدد القرض. يعني بدي أرهن الأرض مشان القرض؟ تمام. بعدين أنت ليش خايف؟ مش خايف، بس يا عمي الدولة يعني والمعاملة مع الدولة يعني دولة، يخرب بيتك دولة هي مش مسخرة. بعرف عمي بعرف، ولا يهمك، كله مضمون. تفضل وقع ليهم. أبعرفش وقيع، بعمره ما وقعتش على ورقة. إيه بسيطة ولا يهمك، أعطيني بهمك. بهمك؟ بصم بصم. ها؟ أيوة. إيه؟ عالنسختين. ها؟ والثانية؟ بعد الثانية؟ نعم. هاي الثانية؟ يسلموا ذياتك. الله يسلميك. تفضل، هاي نسخة لك ونسخة لنا. إمتين القبض؟ هلأ فوراً، تفضل على الشباك الثاني. يا سيد محمود، عد له 350 ألف ليرة. شكرا خيي. الله معك.
مرحبا محمود. يا اهلين عمو اهلين. تفضل عمي، هدول 290,000، وقف مع جنب وعدهم منيح. شلون 290,000؟ ها؟ اطرش اطرش النت اطرش اطرش، ما بتسمعش يعني؟ ليش الكلام الكبير عند الصبح؟ احترم حالك. الزلمه قال لك قبضني 350,000، شو ما سمعته انت بالظاهر؟ سمعته، بس نحن حسبنا الفوائد قبل بسلف. بعدين بحب ذكرك لا تنسى كل شهر تيجي لهم عشان ندفع 2000 ليره. 2000 ليره؟ لكن القسط الشهري ولمده 15 سنه. طولوا يا مرت عمي طولوا كثير. ما بقى الا يجوا. يا لطيف يا مرت عمي قديش مشتاقه اشوف التراكتور. لك وانا كمان. الله يرجعهم بالسلامه، بركي هيك بتتغير حياتنا شوي. سامع صوت؟ شوفي شوفي يا ام فارس، شوفي هالشوفي ما احلاها. لك يا الله ما احلى، يا الله ما احلى. لك حلو كثير كثير حلو، بجنن منصوحين فيه. لك ابو فارس شايفه لونه ما احلى مرت عمي؟ إيه لك ما يبلى، ان شاء الله ما يبلى. لك فارس فارس شلون سواقته؟ مثل الحلاوه. بعدين وينك زينة؟ انا بعجبك بسواقة، الله وكيلك. فتلك بطرش المعزه تبع ابو داغر، برقت فيه بالنص، ما طرقت ولا بمعزاية، مع انه معزاياته كثير غلاز وعفارين. حلال عليك. هلا بدك تاخذني مشوار؟ ها رح فوت غير ثيابي والبس اواعي جديده. حتى عينك تسرح في دنيته وما عيني هات ايديك ترتاح. ماما ماما شو بدك حبيبتي؟ ماما بدي لك شغلة بس لا تخانقيني. وليش لحتى خانقك؟ ما بعرف، بس أنا خلصت كتابة وظايفي. ها هلا ليش عم بتلفي وتدوري؟ قولي لي شو اللي بدك إياه وخلصيني بقى. أنا من زمان كان جعبالي أقول لك هالشغلة اللي بدي لك إياها هلا. لك حبيبتي والله فهمت، قولي لي شو اللي بدك إياه وريحي بالي وبالك. ماما زينة خايفة دوري. لا طيب رح أوعدك إني ما رح أقول لا. شو هي الشغلة بقى؟ ماما بتقدري تاخدينا عجنينة؟ لا والله يا حبيبتي ما بقدر، مالك شايفتيني مشغولة؟ ماما الله يخليكي ولا داعي خلقنا. طب ماما ليش ما بتلعبوا بالجيم تبع التلفزيون؟ ماما ملينا منها وحفظناها بصم كمان. آسفة ماما ما بقدر، هلا بس ليجي أبوكم بخليه ياخدكم لأنه عندي 100 شغلة. هلا بابا بقلنا تعبان وهلكان وما بعرف شو. يمكن اجا سمعنا صوت المفاتيح. مرحبا. اهلين بابا. تعي مروه تعي خذي هالكياس مني دي. يلا ليش نحن شو عم نسوي قدامك؟ ان شاء الله بيسلموا يا زينه يا حلوه. امسكي يا بابا امسكي. الله يعطيك العافيه ويرضى عليك. يعطيك العافيه مروه. اهلين غسان. شو قصه الاولاد اليوم؟ حاسسهم متلاطفين زيادة عن اللزوم، بقى شو اللي صاير؟ ايه طبعا بدهم يتلاطفوا لأنه في عندهم طلب. طلب مني أنا؟ ايه طبعا منك أنت. لك داي أخلاقهم كتير وبدهم يروحوا عجنينة. ايه ما تاخذيهم عجنينة؟ مالك شايفني يا غسان يا حبيبي ماني فاضية. والله أنا كان بودي أخذهم عجنينة بس أنا بصراحة ما بقدر اليوم. ليش بقى؟ لأني موعد غزوان وموعد. أخي بلا لعب طاولة اليوم، خذهم عجنينة داي أخلاقهم، خذ عني المهمة الله يخليك. خلص خلص تكرم عينك وعينهم. خليهم يلبسوا. نحن لابسين بابا. اوف بهالسرعة؟ طبعا بابا نحن ما بنحب نتأخر. حلو كتير، بس شوفوا لكم بابا من هلأ. ها انا ما بهز المرجوحة لحدا. اي ولا يهمك نحن بنهز بعض. وبلكي ركبتوا بالمرجوحة سوا وقت انت بدك تهزنا بقى. شو قلت؟ ولك تكرم عيونك يا زينة، تكرم عيونك انت وأخوك. امشوا لأ السلام عليكم.
خير شوفي ليش واقفين هون؟ شو ليش واقفين هون؟ ما أنا شايف الجماعة شو عاملين؟ شو عاملين؟ ليش كاتبين ممنوع الدخول؟ شوفي شو بيعرفنا؟ هي الأفندي سألوا خير يا أخي ليش ممنوع الدخول؟ يعني في صيانة؟ لا والله ما حذرت لكن شوفي ليش ممنوع الدخول؟ معلمنا أبو عذاب هيك أمر مين هذا أبو عذاب؟ ليش يعني شو صاير؟ ممكن أفهم بقى؟ لك يا أخي معلمنا بده يستملك الجنينة فهمت علي بقى؟ لا والله ما فهمت عليك شلون يعني بده يستملكها للجنينة؟ ليش هي ملك أبوه؟ هلا بلا فلسفة احكي مزبوط أحسن ما تندمها ولا تنسى أنه كلامك محسوب عليك فهمت؟ ولك حبيبي هي حديقة عامة يعني هي ملك كل المواطنين شلون بقى بده يستولي عليها؟ يعني شو الشغلة فوضى؟ هلا ضب لسانك بحلقك ورجع على ورا أحسن ما شغل العصاية رجعهم كلنا ورا شوف يلا ورا طيب ما بدنا نفهم ليش بده يستولي على الحديقة؟ أخي معلمنا أبو عذاب سكن بالمنطقة وبيته بيطلع على الجنينة ومثل ما بتعرف مسؤول من وزن معلمنا لا بيحب الضجة ولا بيحب الكركبة هذا من جهة ومن جهة تانية وين بده يحط سياراته؟ ومن جهة ثالثة الرصيف ضيق وين بدها تسع محارسنا وكلباتنا وين بدنا نقعد نحنا؟ فهمه طبعا وما ضل قدامه غير هالجنينة ومن جهة رابعة بجوز يتسلل شي واحد سرسري متآمر ويدخل على الحديقة ويتخبى بين الشجر ومعلومك معلمنا بيحب يشرب القهوة على البلكون وما بيحب الحركات المشبوهة والرزالة أخي ما اختلفنا بس أولادنا وين بدهم يلعبوا؟ هلأ بشرفك وإيدي عراسك هاي مشكلة هاي؟ ما طول عمر الأولاد يلعبوا بالزقاق وبالحارة هلأ صاروا يلعبوا بالحديقة؟ يعني هبطت عليهم الأكابرية؟ لك الحجة يا زلمة أي يلا بقى رجعوا لورا رجعوا لورا ولا بقى تجوا لهون بنوب يلا أخي ورجونا عرض كتابكم يلا حبيك أنا يلا حبيك إن شاء الله بتكون تسكتوا له هذا اللي اسمه أبو عذاب لا والله يا مروة ما راح نسكت له هالقصة ما بيسكت عليها أبداً وهلا شو ناويين تساووا؟ اتفقنا نجتمع نحن واهالي الحاره ونحكي بالموضوع لحتى نلاقي حل هيك ها لازم تتحركوا طبعا لازم نتحرك بس انا خايفه تقضوا الاجتماع كله بالحكي وما يطلع معكم شيء بالنهايه لا 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 من الناحيه اطمني ولكن لك فكره هيك موضوع له علاقه بالمصلحه العامه لذلك اجتماعنا الا ما ينجح بابا كل الجنانين بدهم ياخذوها المسؤولين لما بس جنانه يا جماعه الشيء اللي عم يصير مو معقول يعني جنينه صغيره عم نشم فيها الهواء وعم يلعبوا فيها اولادنا يجي واحد هيك من الباب للطاقة يتصلبط عليها ويضمها لأملاكه بحجة الأمن الشخصي وين صارت هي؟ لك يا شو الدنيا سايبة؟ شو بيطلع بإيدنا نعمل يا أستاذ غسان؟ يا أخي لازم يطلع لازم شو بدك يانا نسكت له حتى يتفرفد أكتر وأكتر؟ مو مسألة نسكت له بس أبو عذاب على هوا ما فهمت مسنود وظهره محمي بجوز يكون مأذي كمان اللي عم على الحالة يعني إذا كان هذا الزلمة مدعوم ضروري يركب على كتافنا؟ هذا بدال ما يكتروا الجناين يا جماعة خلونا نحكي بالمفيد يعني خلونا نطلع من هالاجتماع بشي عملي ما بدنا نحكي والأخير ما نطلع بشي طيب شو الخطوات العملية يلي بتطرحوها؟ والله أنا من رأيي نبعت شكاوى على الجرايد صدقني ما رح نستفيد أبو علاء طيب بنرفع عريضة موقعة من أهل الحارة وبنقدمها للمسؤول يا سيدي العريضة مثل قلتها ما بتتذكر بالعريضة اللي رفعناها وقتها مشان عدم انتشار الدبان والناموس شو جاوبوا عليها؟ شو جاوبونا زكن؟ وقتها جاوبونا انه تستنوا البرد انه البرد بيهربوا طيب يا جماعه والنتيجه شو العمل والله شيء بحير وبصراحه انا خايف تطير هالحديقه من ايدينا ونحن قاعدين عم نتفرج لا تخاف ابو علاء صدقني ما راح اخليها تطير باذن الله بس لازم نلاقي طريقه فعاله حتى نوصل صوتنا بجرأة وشجاعه للمسؤولين الكبار لحتى يعرفوا شو عم يصير ويا ترى عندك فكره شو هالطريقه بصراحه ما في قدامنا غير الاستاذ ضياء مين الاستاذ ضياء الصحفي والأديب ضياء الحبار هذا اللي بيكتب بالجرايد وبيطلع بالتلفزيون ايه هو ويا ترى هذا الأستاذ ضياء بيطلع بإيده بتصوري بيطلع لأنه ضياء الحبار كاتب جريء وما بيخاف والمسؤولين بيحترموه كتير لأنه لا بيكذب ولا بينافق ولا بيتملق ولا بيمدح كل هم يقول كلمة الحق وبس حلو كتير شو عم نستنى لك لازم نروح لعنده ونشرح له وضعنا مزبوط وهذا اللي رح نساويه أصلاً هو ابن حارتنا بالأساس أهلا وسهلا بالشباب أهلا وسهلا تفضلوا ارتاحوا شرف الحقيقة يا شباب أنتم حظكم طيب كتير لأنه يوم الأربعاء الجاي
عندي اجتماع مع سيد وزير الانصاف انا ومجموعه من الكتاب وراح اتفضفض بالحديث معه. يعني راح تحكي له على الشيء اللي صار معنا؟ طبعا راح احكي له، لانه بصراحه هيك امور ما بينسكت عليها ابدا، وانا مثل ما بتعرفوني جميعا الصراحه والجرأة شعاري، ودائما بصرح للصحف والمجلات والتلفزيون وبقول القلم الذي يرتجف من الخوف لا يكتب الا الكلمات الرديئه المزيفه. يا سلام عليك يا صديا. وتاكدوا تماما اني راح القي قدامه كلمه عن الحديقه تهز الدنيا هز. يعني بيقدروا يوقفوا عند هدو استاذ؟ اسمعوا على الحكي، عم اقول لك يلي راح قابله هو وزير الانصاف، يعني هو المسؤول عن تطبيق القانون والعداله، وهالشيء اللي سواه ابو عذاب وجماعته خارج عن القانون. يعني راح نقدر ناخذ نتيجه وراح يقدروا يمنعوه عن، مو بس راح يمنعوه راح يلجموه كمان، لانه هيك نماذج بدها لجم لتطاولها على الشان العام. والله يا استاذ ضياء طمنتنا كثير بهالحكي. ولا يهمك استاذ غسان، انا بكره باذن الله راح اجي لعندكم على القهوه وراح سمعكم الكلمه اللي راح القيها قدام السيد الوزير، وطبعا انا راح سمعكم اياها حتى اتنور بارائكم، حتى استفيد منها، استفيد من ملاحظاتكم، لانه الحقيقه الامر مثل ما بهمكم بهمني انا كمان. صدقوني يا شباب امبارح ما نمت الليل ولا غفلت عيوني الا لحتى خلصت الكلمه يلي راح القيها قدام السيد الوزير. وكيف طلعت الكلمه استاذ ضياء؟ جريئه، جريئه كثير. طيب استاذ يعني ما بتخافوا يتناولوكم؟ شو يعني يتناولوني؟ ما فهمت عليك. يعني قصده انه ممكن يضروكم او يرفعوا فيكم تقرير او. ولك حبيبي انا ما بهمني حدا، يعني طالما عم وقف مع الحق فما حدا بهمني على الاطلاق، ومن جهه ثانيه انا لا يمكن اسكت عن الخطا. بعدين شو بدهم يساووا فيني يعني؟ بدهم ياخذوني؟ يا سيدي وياخذوني. طيب استاذ عفوا فينا نسمع الخطبه؟ ايه طبعا على عيني وراسي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة وزير الإنصاف الموقر حفظه الله، باسمي وباسم أهالي طلعة الكينة نهديكم تحية حب واحترام ووفاء ووئام. وبعد يا سيادة الوزير، لقد وقع على أهالي طلعة الكينة ظلم أمر من العلقم وحيف أقوى من حد السيف، فقد اعتدى يا سيادة الوزير شخص جشع طماع صاحب نفوذ وعلاقات وشبكة أنتينات مع المسؤولين والسلطات، فقام دون وجه حق بالاستيلاء على حديقة جميلة عامرة بالأزهار والأشجار والنوافير والأطيار، وحولها إلى مرآب لسياراته ومهجع لعناصره ومستودع لنفاياته. أفيرضيكم يا سيادة الوزير المبجل أن يحرم أطفالنا في ذات أكبادنا وهم مستقبل الوطن وجيل التفاؤل والأمل من الاستمتاع باللعب وهو حق مقدس لكل طفل؟ ألا يكفي أن أطفالنا تكتظ بهم الصفوف وتنوء بهم الشوارع والبيوت؟ بل إن منهم من يتسرب من المدارس كما يتسرب الماء من الغربال، فتراهم يتجولون في الشوارع والأسواق يبيعون أوراق اليانصيب والدخان المهرب والأمشاط والعلوك والسيديات الفاضحة. هل ضاقت الدنيا على هذا المسؤول حتى يتصلبط على هذه الحديقة الجميلة رئة الحي الوحيدة؟ ألا يكفيه ما يملك من مزارع وفيلات وشقق وعمارات ومخازن وسيارات؟ هل ضاقت عينه فاستكثر علينا هذه الحديقة التي قال فيها الشاعر: حديقة في حينا كأنها الجنان، يلهو بها أطفالنا كأنهم غزلان، وإنني أقول بدوري هيا ابعدوا عنها البوم والغربان. وأخيرا يا سيادة وزير الإنصاف، إننا نرفع صوتنا عاليا ونطلب منكم أن تضربوا بيد من حديد على اللصوص والشذاذ الذين اعتدوا بصفاقة ووقاحة على القانون، وأن تعيدوا الحديقة إلى أصحابها. نحن معكم في كل ما يجلب الخير لهذا الوطن، ودمتم ذخرا لهذا الوطن الجميل، والسلام عليكم ورحمة الله. يا سلام عليك. شو هالخطبة؟ لسه ما تم استاذ. ويا ترى هالخطبة رح تلقيها قدام سيادة الوزير؟
ايه، والتلفزيون رح يسجلها ورح تنزاع بعد يومين ببرنامج كارت بلانش يلي بيحارب الفساد وبيحاول يجتسه من جذوره. ان شاء الله ان شاء الله يجتسوه على ايديك يا استاذ. الله يحميك يا استاذ والله يقدم اللي فيه الخير. ويا جماعه نحن ما بدنا غير حقنا. ليش ما يقدر يطلع استاذ ضياء؟ شغلة خمس دقايق بالكثير. شباب الطاولة خففوا لنا الصوت لو سمحتوا. دخيل اينا لعبوا بلا صوت اذا بتريدوا. هلا هون قهوة ولا مركز ثقافي؟ طبعا قهوة، بس لازم نحترم مشاعر الاخرين اللي بدهم يتفرجوا على خطاب الاستاذ ضياء الحبار قدام سيادة الوزير. تفضلوا شباب. قوموا شباب، قوموا لنا غير قهوة احسن شيء. قوموا شباب. الحساب يا شباب. اعزائي المشاهدين، اسعد الله اوقاتكم. في بداية برنامجنا لهذا اليوم نشاهد استقبال السيد وزير الإنصاف لوفد الكتاب والمؤلفين برئاسة الأستاذ ضياء الحبار، ومن ثم نستمع إلى كلمة جريئة من الأستاذ الحبار. كما يسعدني أن ألتقي بحملة الأقلام من أدباء هذا الوطن لأصغي إليهم بكل جوارحي وأسمع منهم هموم المواطنين حتى أتمكن بعون الله من إبقاء ميزان العدالة مستقيماً. سيادة وزير الإنصاف، بما أنكم طلبتم منا أنه ننقل إليكم هموم المواطنين، فاسمحوا لي سيادتكم بكلمة جريئة صريحة منتزعة من الواقع. وطبعاً بسرني أنه التلفزيون معنا هنا بكاميراته لينقل ويسجل للناس جو الحرية يلي عم نعيشه مع برنامج كارت بلانش. تفضل. شكرا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة وزير الإنصاف الموقر حفظه الله، باسمي وباسم أهالي حارة طلعة الكينة نهديكم تحية حب واحترام ووفاء ووئام. وبعد يا سيادة الوزير، لقد وقع على أهالي حارة طلعة الكينة أقوى من حد السيف. فقد يا سيادة الوزير شخص بنفوذ وعلاقات بأنطينات مع المسؤولين والسلطات. شو صاير له التلفزيون؟ ليش هيك الصوت عم يقطش؟ الله وكيلك منه مو منا. فقام دون وجه حق بالاستيلاء على حديقة جميلة عامرة بالأزهار والأشجار والنوافير والأطيار إلى أفيرضيكم يا سيادة الوزير المبجل أطفالنا وهم مستقبل الوطن من الاستمتاع باللعب وهو مقدس لكل طفل؟ بل إن منهم من يتسرب من المدارس كما يتسرب الماء من الغربال، فتراهم يتجولون في الشوارع والأسواق يبيعون هل ضاقت الدنيا على هذا حتى هذه الحديقة الجميلة رئة الحي الوحيدة؟ ألا يكفيه ما سيارات؟ هل ضاق التي قال فيها الشاعر حديقة في حينا كأنها الجنان يلهو بها أطفالنا كأنهم غزلان البوم والغربان؟ وأخيرا يا سيادة وزير الإنصاف، إننا نرفع منكم بيد على الذين اعتدوا على القانون وأن حديقة إلى أصحابها. نحن معكم في كل، ودمتم ذخرا لهذا الوطن الجميل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها
هذا وقد شكر السيد الوزير الأديب الصحفي الجريء ضياء الحبار على كلمته التي تعبر عن هموم الجماهير العريضة، كما شكر برنامج كارت بلانش على طرحه لهذه المشاكل التي تلامس أوجاع الجماهير وتغوص فيها إلى الأعماق. فقراتنا التالية لهذا اليوم هي عبارة عن تقرير صحفي عن آخر المستجدات العلمية التي